موجز الأخبار على الحياة فام. الرابعة مساء من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يدخل عمر الحظائر من الفئة العمرية ما بين 45 سنة 55 سنة في جملة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من 9 جانفي في السنة القادمة أمام صمت الحكومة وتجاهلها لمطالبهم بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر سنة 2020 والانطلاق في إجراءات الترسيم والتسريح الطوعي وفق ما أعلنت عنه عضو تنسيقية عمر الحظائر إيمان عزري. وقالت إيمان عزري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم الأحد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة لم تتفاعل مع مطالب عمال الحظائر المشاركين في وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم 12 من ديسمبر الجاري، وذلك المطالبة مجددا بتسوية وضعياتهم، ولم يقبل أي طرف حكومي التواصل معهم، لذلك قرروا خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ بداية هذه السنة وإلى غاية يوم 23 من ديسمبر الجاري 1014 حالة وفاة و 7736 جريحا، وذلك نتيجة ل 5353 حادثا مروريا، وذلك وفقا لإحصائيات حوادث المرور التي يعدها المرصد. فقد ارتفعت نسبة حوادث الطرقات هذه السنة ب 7.43% وذلك مقارنة بالسنة الماضية وبقرابة 15% مقارنة بالسنة الحالية. تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي مخلوف من ولاية مدنين أمس من ضبط شاحنة على متنها 4 أشخاص، وبتفتيش الوسيلة تم العثور على كمية من الأسلاك النحاسية محل سرقة، وبمداهمة منزل أحدهم تم العثور على كمية من نفس المادة ومبلغا ماليا من العملة التونسية، وذلك وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. وأضاف الجبابلي بأن الفرقة تمكنت الدورية المشتركة بين فرقتي الطريق العمومي بالفحص ومركز الحرس الوطني بالنظور من ضبط دراجة نارية على متنها شخص أصيل الجهة، حيث تم حجز كمية من الأسلاك النحاسية لدي محل سرقة من مؤسسة عمومية، هذا وقد تم الإذن بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنها. وفي العالم، أعلن الجيش الصيني اليوم الأحد إجراء تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي قرب تايوان، وذلك ردا على ما وصفها باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.